يعني مع ابني، اتوقع وايد مهمه في الموضوع هذا. ابني في مدرسه خاصه، هذيك المره كان جاي لي قاعد يقول مدرس الدين عندهم قاعد يشرح لهم، يقول لهم ان كل الفئات الاخرى غير المسلمين راح يروحون النار. فكان الصدمه بالنسبه له، قاعد يقول زين وانا صديقي هذا الالماني مثلا يوهانس هذا هيز ا جود بوي، هذا بيروح النار. فلذلك الفكره هذه يعني شوف اكثر اسباب الارهاب وليش الجماعات هذه تدش في داخل الارهاب، لما يكون هناك في تقبل بالمجتمع حول السلوك الارهابي. لما انا اعلم الاطفال من هم صغار ان يجوز قتل الاخرين، يجوز عدم تقبل الفئات الاخرى والطوائف الاخرى، انا هني قاعد اعزز الفكره. اوكي، فهذا هني فعلا راح يكون دور الاعلام. هل الاعلام عندنا حقيقه هل هو قاعد يساعد على شيء؟ بعيد كل البعد. احنا قاعدين نمنع الناس من ان يقولون رايهم. عندنا في قوانيننا بالكويت مثلا قاعد تحاسب الشخص بقول رايه، زين. فاذا انا قاعد امنع العلماء وامنع الفقهاء ان يقولون الراي، هذا بحد ذاته هذا ارهاب فكري، زين. فانا شلون اجي وبعدين بانشر فكره لمحاربه الارهاب اذا انا نفسي قاعد امارس الارهاب على شعبي؟ وخلينا نكون واقعيين، ترى احنا للاسف احنا مصدرين الارهاب. لو نشوف ترى كل الاحصائيات اللي قاعد تصير في امريكا واوروبا، الحين زادت عمليات الارهاب والاجرام مع اللاجئين اللي راحوا في المانيا وراحوا في اوروبا، زين. يعني احنا في الكويت على فكره ترى احنا يعني عشنا، وانا نفسي انا كنت عايش في الاحداث الارهابيه من الثمانينات، من 83 التفجيرات اللي صارت على بس، والاعلام هنا ترى